يعني الشخص يعجب بعمله فيدل بنفسه وبعمله على ربه. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم وإن أنين التائبين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المعجبين المدلين. واحد عامل جميل على ربنا أنه تاب، جميل على ربنا أنه أسلم. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إحنا أصلا نأتي ما نأتي من الطاعات ولا ندري هل جينا به على الوجه الذي يرضي ربنا فقبلت منا أم لا. إحنا بنطلع من الصلاة من مولين استغفر الله استغفر الله، ما احناش عارفين احنا جينا به على الوجه الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. من السلف من كان يقول استغفر الله من استغفر الله. والاستغفار اذا لم يجتمع القلب عليه ويكون خالع من ذلة القلب ومسكنته وخضوعه وافتقاره يبقى ذنب جديد أضيف إلى جملة الذنوب الماضية. فأسأل الله لي ولكم العافية يا رب. اللهم آمين.